دابا خويا حنايا خرجنا مع 9:30 ما جاش لينا مور الرياضه، خرجنا دابا دوك الدريات اللي طرا لهم داك الشيء مشاو لواحد الجرده قول حدا القصر الملكي، بقاو تمو جايين هو تابعهم من تما، بقى تابعهم هو يجي حدا، وصلنا هنا حدا المدرسه هو وقفنا ويقول لنا اجي، وشي بغى يسلم عليه شي ما بغاش يسلم عليه، شد واحد الساروت مصدي بزاف ويدور لهم دائره على يديهم ويبقى يخربق لهم، برك عليهم كاين 200 راسول كاين برك كيكذب عليهم بحال هكا، هو كيقرا عليهم وما عاطينو يديه السلسله وهذه ويضربهم هنايا على راسهم ويدلمهم والدريات صافي، هو دار مشى مع الدار والدريات بداو كيبكي وبداو اللي سخفات اللي كتغوت اللي هما باش يقولوا لك القرقوبي ولا المعجون ولا المهلوسات، راه ما كاين لا مهلوسات لا والو، داك الشيء غا كذوب، راه هو بقى كيقرا عليهم وكيقرا عليهم باش يقولوا المهلوسات، وداك الشيء راه ما كاين لا مهلوسات لا والو. دابا خرجنا حنا مع التسعود لقينا واحد زوج طايحين لهيه ولا الحانوت، انا فاش شفتهم كنصحابهم كانوا مضاربين شويه، فاش هزيناهم دخلناهم الاداره كانوا في واحد الحاله تم الحاله عند خويا، كان في واحد الحاله بحال هيستيريا، كلشي كان تيغوت شويه واحد 10 دقائق ولا كلشي كيطيح صح طيح، كنهزهم انا دراعي كله تفكك لي بقاو تزان ديال الدريات كيبقاو يغوتوا و تيقتل فيا كيغوتوا ومهم الناس تيقولوا على المخدرات، راه ما كاين لا مخدرات لا والو، داك الشيء راه فري بصح كاين، وانا كنتمنى هاد السيده تعاقب اشد العقاب. يوم الاثنين 11 فبراير 2019 ما بين الساعه 10 والحادية عشرة، 9 تلميذات من الثانوي الإعدادية الإمام القسطلاني التابعة للمديرية الإقليمية الفداء مر السلطان، انطلقوا في حالة بكاء هستيري، على إثرها تم استدعاء طاقم من مندوبية الصحة بالعمالة والوقاية المدنية وخلية الأمن المدرسي، في عين المكان تم معاينة هذه الفتيات من طرف الطاقم الطبي الذي أكد بأنه الفتيات لا يعانين من أي من أي مرض ولا تبدو عليهن أعراض يعني تناول أي مادة مخدرة أو مهلوسة في هذا الباب. على إثر ذلك وبعد واحد الساعة من هذا الحديث استفقت هؤلاء التلميذات وغادروا المؤسسة برغبة من آبائهم وأمهاتهم، وواصلوا الدراسة في عشية نفس اليوم والأمس واليوم بشكل عادي، وتم مواكبتهم من طرف طاقم طبي مكون من أطباء نفسيين، تم وضعهم رهن إشارة المؤسسة من طرف مندوبية وزارة الصحة مشكورة في هذا الباب، واللي قامت في هذا الصباح بواحد المجموعة من الجلسات ديال المواكبة لهؤلاء التلميذات. يشار أن أيضا وهذه فقط الإشارة أنه هؤلاء التلميذات يعني حصلوا على نتائج جيدة خلال الدورة الأولى، وهن يعني التلميذات مواظبات على حضور دروسهن، لأن هناك من يشيع أيضا أن هاد التلميذات ربما عندهم ضغط ديال النقط ولا ديال هذا، أيضا حنا ننفيه نقطهن يعني جيدة تروح ما بين 14 15 16 على 20 خلال الدورة الأولى، وبالتالي كنعتبروهم تلميذات يعني مجدات، وكل ما يروج في هذا الباب هو لا أساس له من الصحة. الآن تلميذات يتابعن دراستهن بشكل عادي داخل المؤسسة تحت رعاية الأطر التربوية للمؤسسة والمواكبة النفسية. يعني الموسى ولا المحسوسه بالنسبه لنا حنا ما غاديش نقدروا